نجا يا دكتور. شد حيلك يا مدام. منك يا ولد شد حيلك. مش هينفع حيلة لما الدكتورة اللي هتولدها توصل. طب ما تولد ايه؟ طب ما اولدها انا علي. مفيش دكتور راجل هيولد مراتي ابدا يا سمير. انا امرات نسا نسوان يعني، وانا سمير وانت عارفني. يعني ايه يا سمير؟ يعني مش راجل يعني؟ لا راجل بس. اي حد يولدني هموت يا عيني. هتتخنق هي والعيل. انسى حبيبتي ساعدينا. يعني هي كده هتولد يا سمير؟ اعملي بس ابعد عنها بقول لك. هتيجي معايا؟ ابعد عنها، ابعد عنها بقول لك يا سمير، ابعد عنها بقول لك. انت بتسمع يا سمير؟ انت بتسمع؟ ما ينفعش يا حبيبي، انت هتحاجينا حرام بقى، هتروح وتقسم مننا. لا 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 بقول لك ايه؟ طب اسمع، ولدها ولا اقول لك؟ قول لي عامل ايه وولدها انا؟ انا ببيع كفته، انا دكتور نسا معروف. حد تاني بيسالك؟ بقول لك ايه يا علي؟ صرفت كتير، صرفت قليل، ماليش دعوه، ابني هيتعمل له اسبوع. انا ظهري اتقطم يا مدام، مصاريف البيبي والولاده والمستشفى خلصت على ميزانيه السنه. اعمل لك ايه يا علي؟ محدش قال لك تخلف عيال. انت اللي حملتي فجاه على فكره، احنا كنا متفقين نجيب عيلين. سلام، وانا ما خدعتكش، ده كان في الجوازه الاولانيه جبنا عيلين، انما في الجوازه الجديده ده اول. والله وانت ناويه التاني كمان مش كده؟ انت شايف ايه؟ ابلعه ارجعه تاني بطني ولا ايه؟ انا ما عنديش مانع اني اعمل له اسبوع، بس اللي انت طالباه ده فرح مش سبوع. وايه يعني؟ انت عارف لما عمر يكبر ويعرف ان احنا ما عملنالوش سبوع يليق بيه ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له عقده نفسيه. التريق يا اخويا التريق. يا علي، ممكن يحصل له ازمه نفسيه لعلمك، وممكن يقول علينا بخلاء ومرضناش نفرح بيه. يا ستي نفرح بيه، بس مش لازم المهرجانات دي كلها. ما خلاص يا انجي، شويه سبوع كده حلو، ندق الهون وخط السبع خطوات وخلصنا. لا 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 لا، والنبي علي بلاش موضوع دق الهون ده، الولد لسه صغير ودانه ممكن تبوظ. عيني يا علي، السبوع ده عاده فرعونيه جميله جدا. يعني انت سبتي ام اللي عملوه الفراعنه كله، اهرامات الجيزه وابو الهول، وماسكالي في السبوع؟ لا يا علي، انا اعرف حاجات كتيره جدا عن الفراعنه، اهمها بقى التحنيط، عشان لو عمر ما اتعملوش سبوع ابقى حنط ابوه. وعلى ايه تحنط ابوه؟ خلاص نعمل له امه اسبوع، قصدي نعمل له اسبوع. ايوه نعمل له اسبوع، واسبوع حلو قوي كمان. بقول لك ايه، ما تنساش تكلم مطعم كويس قوي علشان نعمل له عقيقه، ولا اقول لك خليها وجبات اسهل. وجبات ايه؟ هما جايين سبوع الواد ولا طالعين رحله؟ سبوع يا علي. قوم يا علي. علي
ايه يا حبيبتي في ايه؟ قوم يا علي، قوم علشان تلحق تعمل للولاد سندوتشات وتصحيهم عشان يلحقوا الاتوبيس. صحيهم انت يا حبيبتي، انا عندي شغل كمان شويه. في ايه يا علي؟ انت مش شايفني شايله عمر وما نمتش اصلا من امبارح؟ معلش. معلش؟ اصرفها منين معلش دي يا علي؟ اعمل حسابك انا هسهر بعمر يوم وانت تسهر بيه يوم، وانا يوم هصحى للولاد اعمل لهم سندوتشات وانزلهم المدرسه وانت هتعمل كده يوم. اه دي اسمة العدل. اسمة العدل ازاي يعني؟ اولا انت واخده 3 اشهر اجازه وضع، ثانيا انا ما برضعش، ثالثا بقى من كتر مقاوحتك دي العيال هيفوتهم الاوتوبيس، فانت مش هتصحيهم وتعمل لهم السندوتشات بس، لا ابشر يا لولو هتوصلهم كمان. واعمل حسابك يا علي تقول للاستاذ جميل يروحك بدري، ها، علشان تلحق تعمل غدا، انا بطني انا والعيال نشفت من كتر الاكل اللي من بره. تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه، ولا تزعلوش يا بنات لو قلنا بصراحه ان الجواز عمره ما كان راحه. حاضر يا عمر حاضر. صباح الخير يا جوجو. صباح النور يا ام عمر. ايه ام عمر دي؟ بلدي قوي. بلدي ايه؟ هو انت مش فعلا ام عمر؟ ايوه طبعا انا ام عمر، بس انا برضو طول عمري ام صالي وام مي، وعمرك ما قلتي لي كده. ومي يا حبيبتي خلاص، ازيك يا ام صالي ويا ام مي ويا ام عمر. سيبك من الامهات دي بقى كلها وخليكي معايا لحسن، انا في مشكله كبيره قوي. عمر تعبان وعنده مغص فظيع وانا مش عارفه اتصرف. معقوله؟ يعني بعد الخلفة دي كلها مش عارفة تتصرفي مع عيل عنده شوية مغص؟ بصراحة كأني أول مرة أخلف، كأني ما خلفتش قبل كده. معقولة نسيتي كل حاجة وجاية لي أنا؟ أنا اللي ما خلفتش، أنا اللي هقول لك؟ أيوه. أنتِ خبرة برضو يا جوجو، وبعدين تحسي إن الأمومة طالعة منك كده هتنط. ميرسي. ها؟ دلوقتي أعمل إيه؟ يعني تفتكري أجيب له بطاطساية هرسها؟ يا مصيبتي، بطاطساية تهرسيها؟ ده طفل عنده شهر عايزة تموتيه؟ اه يفطس يفطس يا قلب امه. طيب ايه رايك اجيب موزايه اخف اهرسها برضو تهرسيها؟ لا يا حبيبتي الموزايه تاكليها انت، هو عايز سوائل. بصي ممكن قوي انك انت تدي له حبه كمون حبه تليو وتحطيهم في الببرونه وترضعهم. طيب عندي مشكله تانية يا كوكو. إيه؟ عنده سقوطه فظيعه مش عارفه اعمل ايه. معقوله؟ بصي يا حبيبتي نايميه على بطنه وادعكي له في ظهره كده هيروح متكرح. ايه رايك يا جوجو تيجي معايا وانتي اللي تكرعي؟ انا عزمكي على الفطار، عامله فطار هتاكلي صوابعك وراه. عامله كرومب بقى، عامله محشي كرومب، عامله سلطه كرومب، عامله بقى كرومب مقطعاه كده وحطاه في الفرن. بصي رهيب. ايه ده يوم الكرومب العالمي؟ في ايه يا حبيبتي؟ ايه كل الكرومب ده؟ اكيد الولد الغلبان شم ريحه الكرومب جاله غازات وبطنه اتنفخت. معقوله اللي بيحصل ده؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انا فطرت خلاص. ميرسي يا انجي. يلا حبيبتي، باي باي. باي باي روحي.